السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة السنة رابعة علاج طبيعي. اليوم بنتكلم في الموضوع الرابع اللي هو الفاينانشال كونسيدريشن. بعد ما اتكلمنا في اللي هي الخطوات تحضير البحث بريبريشن فور ريسيرش، أول حاجة اتكلمنا على الأيدا اللي هي الأوفر أول إيم أوف ريسيرش، الهدف الرئيسي للبحث. النقطة الثانية تكلمنا في الليتريتشر ريفيو المحاضرات السابقة، ثم بعد هيك تكلمنا في اللي هي الإيثيكال كونسيدريشن النقطة الثالثة، ثم النقطة الرابعة اللي بنتكلم فيها اليوم اللي هي الفاينانشال كونسيدريشن الاعتبارات المالية أو المادية. طبعا الاعتبارات المادية اللي هي عبارة أو المالية هي عبارة عن اللي هي تكاليف اللي هي المشروع كوستينج اللي هي ذا بروجكت، تكاليف المشروع. السؤال الاول بيطرح نفسه، why do you need to cost a research project؟ لماذا انت في حاجه للي هي حط اللي هي ثمن المشروع او اللي هي البادجت بتاع المشروع الميزانيه؟ الاجابه على الكلام هذا بيكون انه firstly, if you are applying for funds, you will need to know how much money you need to complete the project. يعني انت اذا انت يعني قادم على انك تطبق مشروع، بدك تقدم له اللي هي المنحة مالية، applying for fund. المنحة المالية هذه اللي انت بتحتاجها قديش هي بتكون لما انت عايز تكمل المشروع بتاعك. Need to know how much money you need to complete the project. لذلك you must ensure that you have not underestimated the amount involved. يعني يجب انك تتأكد must ensure انك انت ما تقدرش اللي هي الكمية الفلوس اللي انت عايز تستخدمها اقل مما يجب. Haven't underestimate، ما تقدمش اللي هي حاجة تكون اللي هي أقل من مما يستحق اللي هي المشروع. هذا السبب الأول ليه احنا محتاجين اللي هي التكاليف المشروع. Second, it must be established that the project is financially viable. يعني انه المشروع لازم انه يضله اللي هو يعني حي وماشي وبينفذ باللي هي الطريقه البي، التمويل اللي هي المال يكون متوفر. طيب لو جينا نشوف ايه اللي انت عايزه في المشروع هذا، في حاجات كثيره ايتمز انت يعني حاجات كثيره انت بدك إلها فلوس، بتنحط في اللي هي تشيك ليست قائمه. The following is useful checklist. ايه هذه التشيك ليست القائمه اللي انت بتعتازها؟ تعتاز عندك اللي هي سالري مرتبات، تعتاز سكرتيريال سبورت اللي هي دعم سكرتيري، بتعتاز لترافل هذا كله بده حسابات، بتعتاز لنيو اكوبمنت بدك اجهزه جديده، نيو ماتيريال مواد جديده، بدك كمبيوتر ديسكس اند ذا يوز اوف كمبيوتر فاسيليتيز، بدك اللي هي ديسكات كمبيوتر اقراص كمبيوتر، وبدك تستخدم اللي هي المؤسسات اللي هي بتاعت اللي هي الكمبيوتر، بدك اللي هي قرطاسية ستيشنري، بدك فوتوكوبينج، بدك طباعة، بدك بوستج بريد، بدك تلفون اند فاكس تلفونات وفاكسات، كمان بدك اللي هي التكاليف خدمات المكتبة the cost of library service، وبدك كمان اللي هي تكاليف التسجيل للبحث، تكاليف تسجيل للبحث اللي هي الكوست اوف ريجستريشن. عملية تقديم للمنحة الجرانت فاينانس للناحية اللي هي الدعم المالي، لمين بدك تقدم؟ Who do you apply for to for finance؟ لمين بدك تقدم؟ من الجهة اللي بدك تقدم لها؟ في عنا عدة جهات بتقدم لها. اول شيء اللي هي الهيلث اوثوريتي، السلطه الصحيه، او احيانا اللي هي وزاره الصحه. في عندنا كومبانيز،
شركات، في عندنا سبيسيفيك تشاريتيز اللي هي الهيئات خيريه خاصه، في عندك جينيريك فاندنج اللي هي دعم عام، في عندك اسيستنس فروم بروفيشنال بوديز، مساعده من اللي هي الهيئات المهنيه، اسيستنس فروم بروفيشنال بوديز الهيئات المهنيه، في عندنا يونيفرسيتي اسيستنس يعني مساعدات اللي هي الجامعه، في عندنا انترست فري لاين، في اللي هي قروض غير ربحيه، انترست فري لاينز اللي هي قروض غير ربحيه. طيب الطلب هذا اللي انت بدك تقدمه، بدك تقدمه لمين؟ هاو دو يو ابلاي فور فاند، كيف بدك تقدم الطلب هذا ولمين؟ طيب حقيقه انه كيفيه تقديم الطلب، كيفيه تقديم الطلب حقيقه انه في هناك ابحاث كثيره جدا، ابحاث اوراق بحثيه كثيره جدا، جيده كويسه وورث وايل، ولكن تفشل في الحصول على الدعم المالي. ليه تفشل في الحصول على الدعم المالي؟ بسبب اللي هي طريقة تقديم الطلب. Then there is no doubt that a worthwhile research project sometimes fail to obtain financial support because of the manner in which the application for it is present. يعني بلا شك أن هناك أبحاث جيدة يعني تستاهل لها واقعها، لكن أحيانا تفشل في الحصول على الدعم المالي. ليه؟ لأنه الطريقة اللي هو اتقدم فيها الطلب، the manner in which the application for it is present، طريقة الطلب اللي هي كيفية طريق عرض الطلب هي اللي بتكون اللي هي أفشلت عدم. ولكن هذا الإشي طبعا بيحصل كتير مع اللي هي أبحاث أو مقدمين للأبحاث، ولكن طبعا لازم الواحد يحاول مرة أو ثنتين أو ثلاثة. طيب يعني كيف بده يتقدم الطلب هذا؟ كيف بده يتقدم؟ طبعا في اللي هي application form. الابليكيشن فورم هذا طبعا لازم نعرف الطريقة اللي بتقدم فيها، سواء في المؤسسة هذه اللي انت بدك تطلب منها اللي هي دعم مالي للمشروع، سواء كان اللي هناك طلب او سواء بيقدم بتعبى بصورة رسمية، او ممكن اللي هي كتابة الطلب هذا بخط اليد. لكن في هناك ارشادات guidelines on applying for fund to charities firm and companies، في ارشادات لتقديم للي هي المنحة المالية للي هي الهيئات الخيرية واللي هي الشركات والمؤسسات. بنقسم هذا الكلام لقسمين، لما يقبل فيه هناك application form لما ما يقبلش فيه application form where no application form is available or none supplied، غير مزود غير موجود في المؤسسة، شو بنعمل؟ الحل هنا هو send a letter written in legible handwriting، يعني بنبعت رسالة مكتوبة بخط يعني مقنع أو واضح، or type it addressed whenever possible to a named individual، أو ممكن يطبع إن أمكن when possible لشخص اللي هو معروف أو معين. شو هذا الرسالة letter هذه اللي بتنكتب بالإيد؟ شو بدها تحتوي؟ why you are writing، طبعا أول حاجة why you are writing لماذا أنت كتبت، يعني بمعنى آخر what you researching، إيش أنت بتبحث، يعني الرسالة لازم تقول أنك أنت بتبحث في الشيء الفلاني، تبحث في النقطة الفلانية، في المشكلة الفلانية اللي هي علمية. طيب وبرضو كمان الجواب بتاعك بده يشمل كمان how much money you need، قديش انت عايز اللي هي فلوس. وايضا لازم نذكر، من المهم جدا نذكر اللي هي value of researching this area، اللي هي ما هي القيمة البحثية لهذه اللي هي القطعة او هذا الموضوع نفسه this area، يعني القيمة
them القيمة بالنسبة لهم هم مش لحد تاني. يعني أنا بدي أذكر إنه والله هذه ليها قيمة، إنه حتفيد المجتمع وأيضا حتنعكس على اللي هي المؤسسة أو المؤسسة اللي بدها تقدم اللي هي الدعم المالي. أيضا كمان الرسالة لازم تشمل اللي هي السيرة الذاتية أو أحدث سيرة ذاتية لك، include an up to date اللي هي curriculum vitae CV. طبعا إذا في إمكانية when possible send a stamped addressed envelope، إنه نبعتها في رسالة اللي هي بتكون اللي هي مختومة ومحطوط عليها اللي هي الطابع. طيب هذا الجانب الأول اللي هي there is no form application. طيب لما يكون في هناك application where an application form is supplied، لما يكون اللي هو ال 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 اللي هو الطلب موجود، يبقى هنا هوت بكون الطلب عبارة عن أسئلة وبدها الإجابة عليها. أول حاجة answer all the questions، لازم نجاوب على كل الأسئلة، ما نخليش ولا سؤال بدون إجابة حتى لو كان هذا السؤال ملوش علاقة. If a question is not relevant right، إذا ملوش أي علاقة بنكتب اللي هي an a يعني not applicable. ولكن ما تتركش البند هذا بدون إجابة، don't just leave it blank، ما تتركوش اللي هو بدون إجابة. وبعدين لما يطلب منك، نفرض طلب منك شيء معين ومثلا قال لك اعطيني بالله السيرة الذاتية بتاعتك السي في، ما تقولوش انظر انها مرفقة مع الورق، لا لازم برضو احطها مكان ما هو سأل عنها كتابة او طباعة. Don't merely put see attached CV in the response to question about your career، ما تحطش بس فقط لا غير اللي هي انك انظر الى اللي هي السي في المرفقة او الملحقة اللي هي عندما تجاوب هذا السؤال حوالين او السؤال حول اللي هي المهنة التي تقوم بها. يجب انك انت كل قسم او كل جزء من الاسئلة انك تجاوبها على حدة. Respond using the heading given، لازم تجاوب المستجيب وجاوب اللي هي الأسئلة حسب اللي هي الترويسة أو العنوان نفسه. Many charities now ask for application form to be photocopied، عديد من اللي هي المؤسسات الخيرية الآن تطلب أو تطلب منك تصوير اللي هي الفورم اللي هي مثلا تصوروا مثلا مرة واحدة أو مرتين. وبعد هيك اللي هي لازم نقدم الطلب اللي هي قدر الإمكان اللي هي مبكر أكثر ما يمكن. Submit your application form as early as possible، مبكر كتير. Prove that you have the necessary quality and facility support to conduct the project، مبرهنا أنك أنت يعني الرسالة بتاعتك ذات جودة عالية وذات اللي هي التسهيل عالي والدعم فيها عالي عشان اللي هي تقوم بتنفيذ هذا المشروع conduct the project. لازم أنك تبرهن أنه هناك في دعم ضروري وتسهيلات واللي هي جودة عالية اللي هي هذا اللي هو المشروع. النقطة قبل الأخيرة، مش من العيب أنك أنت لو سألت زميل إلك وقرأ اللي هي الرسالة بتاعتك أو الابليكيشن بتاعك قبل ما تقدمه تأخذ خبرته فيه. Ask an experienced colleague، اسأل زميل إلك عنده خبرة experienced colleague انه يقرا تريد اند كومنت ويعلق اون يور ابلكيشن، ما فيش فيها حاجه، خليه يقرا ويقول لك خبرته في اللي هي كيف تقديم الطلب للمؤسسات هذه في الدعم المادي. وايضا كمان زي ما بنقول بنعيد مره ثانيه، dont despair، ما تحبطش.
or be deterred, ما تترجعش او ما تيأسش او ما يعني حاول مرة تانية. if your request is rejected, اذا الطلب تاعك رفض. وهذا بيحصل مع جميع اللي هو الباحثين. this happens to all researchers. فهاي الحاجات طبعا في تقديم الطلب للحصول على المال مش من اول مرة. ممكن انك انت تقدم طلب بيقولوا لك اوكي لازم انك انت تقدمه مرة تانية وتالتة. ما تيأسش ما تحبطش من الكلام هذا. ما يعني لا تردع, لا يعني ما يكونش هذا الرادع لك, لا قدم تاني وتالت وقدم لمؤسسة تانية وتالتة وهكذا لغاية ما تحصل على اللي هي الدعم المالي. اذا الدعم المالي اللي هي الفاندينج او الفاينانشال كونسيدريشن سبورت هذا ضروري وخطوة تحضيرية من ضمن خطوات تحضير اللي هي البحث اللي احنا تكلمنا عنها اللي الاول هي الفكرة الاوفر اول ايم اوف ريسيرش, وبعد هيك اللي هي الليترتشر ريفيو, ثم اللي هي الايثيكال كونسيدريشن الاعتبارات الاخلاقية, ورابع باند اللي هي الفاينانشال اللي هي كونسيدريشن. شكرا لكم طلبة السنة الرابعة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.